منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا في اواخر ايلول سبتمبر عام 2015، وعدد خسائر موسكو البشريه والماديه في ازدياد. في اخر الارقام فقد اعلنت وزاره الدفاع الروسيه مقتل اربعه من المستشارين العسكريين الروس وجرح خمسه اخرين في هجوم بريف دير الزور شرقي سوريا، بينما تحدثت مصادر اخرى عن ان الحصيله بلغت تسعه مقاتلين روس و وعشرين من مقاتلي نظام الاسد والقوات المواريه لها فما اسباب ازدياد خسائر موسكو رغم ان الظروف الموضوعيه تبدلت لصالحها وكيف يسمع صدى هذه الخسائر داخل روسيا. كلما ظنت القوات الروسيه الموجوده في سوريا انها وقوات نظام الاسد احكمت السيطره على معظم الاراضي السوريه تتلقى ضربه عسكريه تذكرها بثمن وكلفه التدخل المباشر. وزاره الدفاع الروسيه أعلنت مقتل وإصابة أربعة من المستشارين العسكريين الروس في هجوم مسلح على إحدى نقاط قوات النظام في ريف دير الزور شرق سوريا، ووصفت المهاجمين بالمجاميع المسلحة المتنقلة. فيما قالت مصادر أخرى إن مقاتلين من تنظيم الدولة شنوا ذلك الهجوم وأن الخسائر الروسية بلغت تسعة قتلى ونحو 26 من قوات النظام والقوات الموالية لها. لم يعلن اي طرف حتى الان مسؤوليته عن الهجوم، لكن تتعدد التفسيرات والرسائل من وراء الضربه. فتنظيم الدوله يريد القول بانه ما زال نشطا وقادرا على اعاده انتاج نفسه وتوجيه الضربات. منذ تدخلها المباشر في ايلول سبتمبر عام 2015 وموسكو تتكتم على حصيله خسائرها. وهي اعترفت بمقتل نحو مئة ما بين عسكري وضابط غير أن هناك من يشكك بهذه الأرقام ويقول إن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير فضلا عن مقتل مئات المرتزقة الروس بادت الجغرافية السورية زلقة تحت أقدام من يتواجد فوقها فلا احد قادر على بسط سيطرته وفرض معادلته بشكل كامل وبات هدف المعارك العسكريه والسياسيه فيها هو قدره كل طرف على ترسيخ نفوذه وتثبيته بحيث يزيد من عدد اوراق الضغط بين يديه معنا من اسطنبول عميد احمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي كما ينضم الينا من موسكو سيرجي فولبيوف استاذ في العلاقات الدوليه والدبلوماسيه السابق سيد سيرجي يعني لماذا تزداد خسائر روسية يوما بعد يوم على الرغم من ان الظروف الموضوعيه على الارض لصالحها مساء الخير أهلا. كما قلنا رسميا أكثر من مرة في موسكو على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى المسؤولين في في كريملين العمليات الحربية على نطاق الواسع انتهت في الجمهورية العربية السورية إنما حرب العصابات تستمر والى حصل في محافظة دير الزور أقصد مقتل الخبراء الروس هو حصيلة حرب الإصابات طيب. وعلى ما يبدو سيد لكن لا نحن لا نتحدث فقط اذا كان ال... افراد داعش سيد سيرجي نحن لا نتحدث فقط عن الخسائر البشريه ايضا الخسائر في سلاح الجو نعم. يعني ازدادت في الفتره الاخيره منذ بدايه عام 2018 يعني اربع طائرات تم محاربه تم اسقاطها اربعه ام خمسه ولم تعترف، لم يعترف الجانب الروسي الرسمي بكل هذه الطائرات التي سقطت. أنا في استطاعتي أعتمد على البيانات الرسمية والتصريحات الرسمية فقط. وما كيف, عندي كيف يمكن التأكد كيف يمكن من التأكد من صحة هذه المعلومات الرسمية سيد سيرجي؟ لأن من الواضح ان حتى الصحافة الروسية لم تعد تؤمن بهذه الأرقام وتشكك فيها لا بالنسبة للصحافة الروسية والمجتمع الروسي بكل تأكيد هنا يوجد نوع من ال... من الازعاج واقوال تدعو الى الاستغناء عن عدد الخبراء الروس في في سوريا وحتى تعداد القوات الروسيه صديقه على الاراضي السوريه بس اللي حصل مقتل الخبراء ولا داعي في المبالغه إلا حاصل هو حادث على مستوى السرية على مستوى البطارية ليست هناك عملية عسكرية فاشلة أو شيء من هذا القبيل طيب عندما تقولون بأنها حرب عصابات سيد سيرجي ولكن سقوط الطائرات الحربية لا علاقة له بحرب العصابات لا نفس الطريقة نفس الطريقة ليس هناك استدامة أو اشتباك وحدات عسكرية غفيرة كما كان الحال قبل سنتين تقريبا وحاليا نتفرج على إسقاط هليكوبتر مثلا أو الهجمة على بطارية المدفعية أشياء من هذا النوع عبارة عن عصابات مش ليس بمعنى الحرب الكبيرة على نطاق واسع كما كانت في في عام 2015 سيد أحمد رحال يعني هل حرب العصابات كما تسميها موسكو يعني تبرر كل هذه الخسائر المتصاعده الماديه وفي عداد الجنود الروس والخبراء ايضا داخل سوريا مساء الخير ورمضان كريم على الجميع يعني القيود التي فرضتها الاداره الروسيه والاداره العسكريه حصر كل البيانات بالبنتاغون او رئاسه الاركان الروسيه الجميع ضاق زرعا بهذا الامر حتى الصحافه الروسيه كما تفضلت بدات يعني تبدي الكثير من الامتعاض من ان هناك اكاذيب يعني عندما ضرب المرتزق الروس في دير الزور من قبل الولايات المتحده الامريكيه نفت موسكو هذه الاخبار ثم بدات تزيد الاعداد من خمسه عناصر الى عشرة الى العشرات لنكتشف ان هناك 218 مرتزق روسي قتل في دير الزور فقط النصر الذي أعلن على تنظيم الدولة في دير الزور من قبل الأركان الروسية النصر الذي أعلن من قبل بوتين في مطار حميميم واستقدم المرتزق بشار الأسد وجد من أن بعض طائرات الدرون نسفت كل هذا الانتصار الإدارة الروسية التي حددت أربع أشهر في, في نهاية عام 2015 كسقف لانتهاء عملياتها في سوريا نحن اليوم في الشهر العشرين لتدخل الاحتلال الروسي وبالتالي الرمال السورية قلنا منذ البداية ستبتلع كل من يدخل إليها اليوم روسيا تتحدث أو المعلومات تتحدث عن من قتل روس أنا أؤكد لك أن هؤلاء ليسوا قتل روس بل هم أسرى روس لدى داعش لدى تنظيم الدولة هناك من عناصر ما الدليل على ذلك سيد أحمد رحال عميد أحمد الجانب الرسمي الروسي يتحدث عن اربعه خبراء المرصد السوري يتحدث عن تسعه وانا اتحدث عن معلومات من الباديه السوريه من ان الهجوم الذي قام به تنظيم الدوله وادى الى مقتل 26 عنصر من مرتزقه نظام الاسد مع اسر 6 الى 8 عناصر من الجنود الروس والمستشارين الروس هم اليوم لدى تنظيم الدولة وهذه الخسارة ليست يعني تقصد الأولى تقصد عميد هناك أحمد تقصد بانها نعم الروس اليوم عميد يعني وفقا للمعلومات المتوفرة لديك تقصد بأن هؤلاء لم يقتلوا بل أسروا تماما هؤلاء لم يقتلوا هم اسرى لدى تنظيم الدوله روسيا اليوم تتعرض على ماذا تستندون في معلوماتكم هذه يعني ما الدليل على ما تقولون بالتأكيد لدينا نحن عيون لدينا مراسلين لدينا أخوة مقاتلين لدينا بعض المدنيين الناشطين في منطقة الأعمال القتالية ونحن نستقي المعلومات من أرض المواقع أيضا لدينا بعض العناصر التي موجودة داخل تنظيم الدولة والتي تزودنا ببعض المعلومات وبالتالي المعركة التي دارت قرب محطة تي تو واقتربت من منطقة السخنة واقتربت من البادية الشامية على أطراف الميادين كان كانت معركة قاسية سبقها معركة استطاع فيها تنظيم الدولة من السيطرة على 16 حافلة محمله بالذخائر أه. قافله كامله كانت من تنتقل من حمص الى دير الزور سيطر عليها تنظيم طيب. الدوله روسيا لا تعترف من سوريا من الواضح لا من الواضح بكل, بكل تلك العمليات عميد احمد من الواضح مما تقولون بان هنالك تكثيف لهجمات تنظيم الدوله الاسلاميه يعني ما اسباب ذلك هل هو لا يزال قادر على المبادره والمباغته على الرغم من كل ما تعرض له من خسائر هذا هو السؤال الهام اليوم ماذا يحصل لتنظيم الدوله ماذا حصل بعد ان ضاق عليه الزرع في القطاع الشمالي عندما الولايات المتحده الامريكيه مع قوات سوريا الديمقراطيه استطاعت حصر التنظيم وأبعاده الى جنوب الفرات برأيكم ما الذي حصل من قتال الدفاع انتقل من قتال الدفاع عن المدن بعد ان خسر الميادين والبكمال الى قتال الكهوف الى قتال المناطق الى قتال الذئاب المنفرده الى قتال تكتيك جديد هذا التكتيك يعتمد على مبدا اهجم اضرب اقتل اغتنم وانسحب، الباديه السوريه كبيره جدا لا يمكن السيطره عليها، لا يستطيع الطيران الروسي والاسدي التعامل مع تلك المساحات الكبيره وهم بمجموعات صغرى، اذا اليوم نظام الاسد ميليشيات ايران ميليشيات حزب الله الميليشيات الروسيه لا تستطيع مواجهه تنظيم الدوله الذي يتبع هذا التكتيك الجديد وهو الذي اعتاد على البقاء تحت الارض لاشهر طويله دعنا لا ننسى ماذا حصل في الانبار عندما بقي ثلاث سنوات تحت الارض عباره عن خلايا اليوم ينشط في الباديه السوريه والروس هم اكثر من يدفع الثمن مع ميليشيات الاسد طيب بما انكم تتحدثون عن الثمن تتكتم روسيا عن حجم خسائرها العسكريه والبشريه في سوريا فقد اقرت بمقتل ما بين 80 و100 عسكري وخسرت اكثر من 35 طائره حربيه ومروحيه لنتابع ابرز الخسائر الروسيه في سوريا ثم نتابع النقاش سيد سيرجي من الملاحظ منذ أن تدخلت روسيا في سوريا عام 2015 تعتمد مبدأ النفي أو التقليل من حجم الخسائر يعني أين تغيب الشفافية؟ لماذا يتم اعتماد مبدأ التقليل من الخسائر؟ من ماذا تخشى روسيا؟ اعتقد طبعا باسباب سياسيه وتفاديا من نوع من الاحتجاج في المجتمع الروسي بس عندي ملاحظه فيما يخص فيما يخص ضيفكم الضابط هذا العميد انا بالمناسبه كمان ضابط المتقاعد تصرحت من الجيش الروسي في عام 1996 طيب عندي خبرة بالتالي أكثرية. بالتالي هذا يعني هذا يصب في مفهوم سيد سيرجي خلفيتكم و... خلفيتكم العسكريه يا سيد العميد م -م. القول هذا بخصوص عصر الحرب الروس كلمه ضابط يعني له ثمن رجاء صوروا هؤلاء صوروا هؤلاء اذا كان يعني تم الاستيلاء عليهم كاسرى الحرب صوروا وعرضوا على شاشات تلفزيون وكلام سيد سرجي. من غير وصلت كلام فارغ طيب وكلام نستفيد. غريب وكلام مشبوه سيد سيرجي نستفيد يعني كنت قد سالت العميد احمد رحال عن الادله على ما قاله يعني نستفيد من خبرتك داخل السلك العسكري لنسالك عن كيفيه الرد الروسي ما شكل الرد الممكن لروسيا على تكثيف هجمات تنظيم الدوله الاسلاميه في الفتره الاخيره بالباديه الروسيه بالباديه السوريه عفوا سيد سيرجي هل تس... تسمع... على ما يبدو يبدو انقطع الاتصال طيب اكرر عليك السؤال سيد ما سيرجي شي. سيد سيرجي هل تسمعني الان من إن الواضح اننا فقدنا الاتصال مع السيد سيرجي اعود اليك عميد احمد رحال يعني احول اليك السؤال كيف يمكن ان يكون الرد الروسي هل يمكن ان نشهد تصعيدا روسيا في هذه المنطقه في الفتره المقبله يعني اولا ارد على السؤال الذي طرحه الضيف من موسكو. اولا انا لا لست من تنظيم الدوله الاسلاميه ولست من اصحاب القرار في تنظيم طيب الدوله حتى لكن احمد يعني انت تحدثت عن معلومه كان لابد من التاكد من مصداقيه هذه المعلومه والادله عليها على كل الاحوال. مم. هلا بالنسبة للروس دائما لا يعترفون بقتلاهم، عندما قلنا ان الطراد موسكوفا غير جاهز قالوا هذا غير صحيح، فسقطت 123 ثم سقطت 129 على هذا الطراد، ثم اعترفوا انه غير جاهز. الروس لا يعترفون ايضا بما هي مكونات الجيش الروسي في سوريا، هناك ثلاث مكونات، هناك الضباط والجنود الروس، هناك المرتزقة من شبه جزيرة القرم، وهناك المرتزقة الذين يتبعون لشركة فاغنر. روسيا لا تعترف إلا بقتل الجنود الروس الروس الأصليين فقط لا غير أيضا المرتزقة هي تعطي خمسين ألف دولار لكل قتيل لكن على شرط أهله ألا يعلنوا أين قتل وألا يكتب حتى على شواهد القبور أين قتل هذا الجندي طيب. وبالتالي هناك تقييد كامل على حركة الجنود الروس اليوم ما هو الرد الروسي أنا أعتقد أن روسيا غير قادرة على الرد هي تتلقى طعنات ليس فقط من تنظيم الدولة ما أو من فصائل الذي يمنعها هناك قتال لم اسمع التعليق ما الذي يمنعها من الرد؟ تقولون بانها غير قادره، ما الذي يحول دون ذلك؟ يعني روسيا لديها تفوق عسكري، لديها قدرات عسكريه، لديها قواعد في سوريا، جنود وخبراء ومرتزقه كما ذكرت، ما الذي يمنعها من الرد؟ هي روسيا تمتلك القدرات العسكرية الجوية وتمتلك القليل من المقدرات العسكرية البشرية على الأرض هي لا تستطيع الانتشار في كامل الجغرافيا السورية هي تهتم في العاصمة بمحيط العاصمة في حماة في الساحل السوري في قاعات تحميمين في قاعات طرطوس لكنها غير قادرة تملك ما بين 10 إلى 15 ألف جندي بينما الثقل العسكري على الأرض يعود إلى ميليشيات إيران إلى ميليشيات حزب الله كما قلت أن روسيا لا تطلع قطعنات فقط من تنظيم الدولة بل تلقى الطعنات من نظام الاسد عندما قام مثلا بتسليم مدينه تدمر في عام 2017 2016 واعاد سيطره تنظيم الدوله على تدمر من قبل المخابرات الاسديه، اذا روسيا اليوم كما قلت هي في رمال متحركه غير قادره على التصرف، لا تملك القرار العسكري على الارض، تملك فقط الطيران والطيران دائما غير قادر على حسم المعركه. سيد سيرغي ما تعليقك على ما ذكره العميد احمد رحال؟ اولا التواجد الروسي في سوريا يتمثل بثلاثه اصناف. الصنف الاول القواعد العسكريه البحريه والجويه. ثانيا الشرطه العسكريه موجوده كمان. وثالثا الخبراء والمستشارين المستشارين اعتبارا من مستوى هيئه الاركان العامه ولغايه كتيبه فوج لواء والخبراء على مستويات دون كتيبه يعني على مستويات الوحدات الفرعيه كمان توجد مفارز عناصر صاعقه فقط لا شيء غير هذا طيب. والكلام السيد الكريم عبارة عن مبالغة سافرة طيب سيد سورجي بالتالي كيف سترد روسيا على تكثيف هجمات تنظيم الدولة الإسلامية والتي يلحق فيها خسائر يعني وزارة الدفاع حتى لم تعترف بأن تنظيم الدولة الإسلامية من قام بهذه العملية سمتهم بـ يعني مجموعات إرهابية بس هوية الجانب المهاجم غير واضح لحد الآن وما يذكر شيء في تصريح وزارة الدفاع عن هويه المهاجمين المشاركين في الإغارة الليليه سيد سوجي يعني كل المعلومات تفيد بانه تنظيم الدوله دا الاسلاميه لو سمحت هو من ينشط في هذه المنطقه سالتك عن كيفيه الرد الروسي هل روسيا ستتورط اكثر فاكثر وتشارك في حرب عصابات قد تؤدي الى مزيد من الخسائر في صفوفها في صفوف قواتها أنا شخصيا أنا شخصيا أعتقد الجيش العربي السوري له قدرات والجيش العربي السوري مدرب والجيش العربي السوري مسلح ومتزود بسلاح وعتاد من الصنع الروسية يعني بالتالي ستتحول المهمة إلى النظام السوري إلى والجانب الإيراني واضح ذلك سيد سورجي فوروبيوف أستاذ في العلاقات الدولية والدبلوماسية السابقة لا ما ذكرت الجانب الإيراني ما ذكرت الجانب الإيراني طيب. عميد أحمد رحال، الخبير العسكري والإستراتيجي، كنت معنا من إسطنبول. شكراً لك.